بكفي. ما كان اطلع من بيتي. ما سمعت شو قلت لك؟ اطلع لبرا. يلا ليك، ما كان معه حق بكل اللي قاله. انت ما بتقدر تتقبل نجاحي، حتى انك غيران مني. انت ما بتتقبل فكرة اني اشتغل احسن منك. انت شو مشكلتك؟ شفتني صار لي يومين عم اتطور وما عم تعرف باي طريقة بدك توقف بوجه مستقبلي. هاد اللي بدك اياه؟ انت ما قدرت تعمل اي شيء، وهلأ لما انا بدي روح اعمل انت غرت وبدك توقفني. رشمي! Ugh.